دوب راجعة من شغلي على السريع، مرة حوريكم كيف نعمل بامية بالزيت اللي هي من غير لحمة. في ناس يعتبروها مقبلات which is الأغلب مقبلات، وفي ناس يعتبروها طبق رئيسي، فطريقتها مرة سهلة في كلتا الحالات. طيب عندي هنا بامية زيرو اللي هي البامية اللي تيجي صغيرة زي كذا، أنا جبتها هذه مجمدة. طماطم قطعتها مكعبات صغيرة، نص بصلة صغيرة فرمتها، ملح فلفل أسود زيت زيتون، واحدة ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ثوم قطعته شرايح رفيعة زي كذا بالعرض. طبعا الأكلة هذه لازم تكون طعم الثوم ظاهر فيها، فأنا حطيت 3 فصوص ثوم. وآخر شيء عندي بهارات مشكلة أو بهار السوري اللي عندكم متوفر. مقلاية أحط فيها زيت زيتون كمية مرة كويسة، يعني تقريبا 3 ملاعق كبيرة. حط البصل أقلبه لين ما يدبل، ملح وفلفل أسود عشان إحنا اتفقنا إحنا وي سيزن نتبل في كل مرحلة من المراحل بكميات بسيطة. بعد ما البصل دبل نحط الثوم، وزي ما قلنا الثوم ما نبغى يتحرك فحقلبه بس شوية. حط البامية، طبعا هذه وصفة تعتبر مرة كلاسيكية على قولهم، ما فيها يعني مرة أشياء صعبة. قلب شوية بس عشان البامية تاخذ النكهة حقت الثوم والبصل. طماطم، صلصة الطماطم، قلب شوية بشويش عشان لا تتكسر البامية. حط البهار أو البهارات المشكلة، ملح وفلفل أسود. نسيت أقول لكم على حاجة، عصرة ليمونة أحبها تكون شوية حامضة. هقلبها وحغطيها وحخليها تستوي على نار هادية. والله نفسي أحط رشة سكر بس ماني عارفة إذا حتخبص لي الطبخة ولا لا، ما انا عارفه اجرب اعملها ولا لا. ما حطيت سكر، خلاص حغطيها وزي ما قلنا على نار واطيه 10 دقائق ربع ساعه لين ما الباميه تستوي. خلاص كده الباميه صارت جاهزه. معلومه بسيطه، لو حسيتوا ان الباميه نشفت عليكم ممكن تزيدوا شويه مويه، شيء مره بسيط، وتحركوها.